هناخد الجوريزم جديد من الجوريزمات السورتنج اللي هو السليكشن سورت. طيب فكرته ماشيه ازاي؟ فكرته ماشيه بشكل سطحي او بشكل سريع او بشكل بديهي جدا. انا عندي شويه عناصر، فهدور على اصغر عنصر وارميه في البدايه، احطه في اول خانه. اصغر عنصر فين موجود هنا؟ خده انقله في البدايه، ثم اصغر عنصر عليه الدور فين؟ انقله في البدايه تاني بعد العنصر الاولاني، وهكذا. يبقى انت كل خطوه بتشوف فين اصغر عنصر وتحطه في الترتيب اللي عليه الدور، يبقى انت اوتوماتيك عمال ترتب العناصر بتاعتك. التفكير اللي احنا قلنا ده احنا بنسميه التفكير البديهي او التفكير الساذج، او اللي احنا هنسميه بشكل علمي اسمه البروت فورس. ركز في الاسم كويس، لان بعد ما نخلص السليكشن سورت هناخد كده لستة بشوية طرق في التفكير. يعني البروت فورس ده هو طريقة في التفكير وانت بتحاول توجد الجوريزم لاي مشكلة. فهل البروت فورس بس هو اللي موجود كطرق تفكير؟ لا، في كتير، في افكار كتير هناخدها بس مش دلوقتي، لكن خليك فاكر الاسم. نرجع بقى للسلكشن سورت تاني، ان احنا بشكل سهل وبسيط بنشوف فين اصغر رقم نحطه في البداية. طيب الكلام ده بيمشي بقى كخطوات علمية او رياضية ازاي؟ يعني هبدأ مثلا دلوقتي هبص على التلاتة، ده اول عنصر انا بادئ من عنده، فبفترض بقول كده التلاتة هي اصغر عنصر، دي فرضية من عندي. وبعد كده بشوف الارقام اللي بعدها، يعني كل الارقام اللي جاية بعدها حد فيهم اصغر من التلاتة ولا لا؟ ده اللي احنا كنا بنقوله في البداية خالص، بشوف اصغر رقم موجود هو فين. لكن احنا صيغنا الموضوع بشكل رياضي شوية. فايه الرياضي بتاعنا تاني؟ بدأت بالتلاتة وقلت في جنب كده ده الميني هو العنصر اللي موجود في الصفر. مين الصفر ده؟ الصفر ده اللي هو الاندكس الاول، يعني هو ده الميني، ده اصغر عنصر موجود دلوقتي موجود في المكان ده. طيب دي فرضية، يعني اكنك بتعمل فرضية، والفرضية دي بتثبت صحتها او خطأها ازاي؟ اني بشوف الارقام اللي عليها الدور بعدي في الاماكن دي كلها واقارنها باصغر رقم انا افترضته اللي هو موجود في مكان الصفر اللي هو احنا سميناه اللي هو التلاتة يعني. فانا جيت بقول هي التسعة اقل من التلاتة، لو اقل يبقى الميني موجود في المكان واحد، او الميني اللي هو التسعة يعني. طيب هي السبعة اقل من التلاتة؟ طبعا التسعة مش اقل يعني، فهخش على العنصر اللي عليه الدور اللي هو السبعة. فجيت سألت هي السبعة اقل من التلاتة؟ برضو لا. فجيت سألت العنصر اللي عليه الدور اللي هو الواحد، هو الواحد أقل من التلاتة؟ فأنت قلت اه، إذا أصغر عنصر دلوقتي ما عادش التلاتة، أصغر عنصر دلوقتي بقى اسمه الواحد، والواحد ده موجود في الإندكس كام؟ في الإندكس تلاتة. فده اللي أنت إيه بتحاول تعمله. إحنا مش هنهتم بقى بالتفاصيل بتاعة الإندكس وخلافه، خلينا نبص عليها بشكل رياضي عشان يبقى أنت فاهم الكلام دوت لو جالك كمسألة تحله ازاي. فاحنا دلوقتي خلاص قلنا ان اصغر رقم هو الواحد. طيب بعد كده اخش على الاتنين، هي الاتنين اصغر من الواحد؟ لا، فاصغر رقم عندي كان مين؟ كان الواحد. اذا هنبدل العنصر اللي موجود هنا في المكان ده بالعنصر اللي موجود هنا. التلاتة اللي احنا كنا بنشاور عليها هنبدلها باصغر رقم وجدناه، يعني الواحد مكان التلاتة، فيصبح ان الكلام ده واحد تسعة سبعة تلاتة ثم اتنين بالمنظر ده كده. الخطوة اللي فاتت كنا احنا بنبص على الاندكس صفر بادئين من عنده، وخلاص لما كنت بادئ عند الاندكس صفر في المكان ده شفت اصغر رقم فيه وحطيته في المكان الصفر. يعني اللي انت محتاج تعمله ان انا بمشي كده بشوف فين اصغر رقم احطه هنا، ثم اصغر رقم عليه الدور احطه هنا، ثم اصغر رقم عليه الدور احطه هنا، وهكذا. فاحنا خلاص مشينا في المكان ده وسكناه باصغر رقم، فالدور دلوقتي على مين؟ الدور على المكان اللي عليه الدور اللي هو هنا في الخانة رقم اتنين او في الاندكس واحد يعني. فعشان كده المؤشر بتاعي هينتقل من هنا هيخش على اللي عليه الدور، يعني هيخش هنا كده، ودي خلاص اترتبت بقى فيها اصغر رقم موجود. فجيت وانا واقف عند التسعة في المكان ده، انا وقفت هنا ليه؟ وقفت هنا عشان نفسي احط هنا الرقم الصغير اللي عليه الدور. هجيبه ازاي؟ بشوف انا واقف فين، واقف عند التسعة، فبقول كده التسعة هي الاقل، التسعة دي هي الميني، هي أصغر رقم موجود. لكن ما ننساش إحنا مش بناخد أو مش بنسجل معانا أصغر رقم كرقم، إحنا بنسجل الإندكس، يعني المينيموم موجود في الإندكس واحد. بمعنى تاني المينيموم اللي هلاقيه هحطه في الإندكس واحد، ده كان قصدنا، المينيموم اللي إحنا هنلاقيه هنحطه في الإندكس رقم واحد. اللي إحنا صيغناها بشكل رياضي قلت لك إن المينيموم دلوقتي بيساوي التسعة. طيب دي فرضية اثبت صحتها او خطاها ازاي؟ هشوف الارقام اللي عليها الدور. فانا قابلت مين؟ قابلت السبعه. فجيت طبعا هقارن نفسي بالسبعه وبالتلاته وبالاتنين، فقابلت اول حاجه السبعه، فقلت كده هي السبعه اقل من التسعه؟ فانت قلت اه، اذا الميني مش التسعه، الميني هو السبعه، وموجود في اندكس كام؟ موجود في الاندكس رقم اتنين. بعد كده هخش على الاندكس عليه الدور او على الرقم عليه الدور اللي هو التلاته. فجيت قارنت كده قلت هي التلاته اقل من الميني، مين الميني بتاعي؟ مش التسعه بقى، خلاص بقى السبعه دلوقتي،
هي اقل من السبعة برضو، اقل من السبعة، فده معناها ان المينيمم بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه 3، اللي هو اصغر رقم قابلته دلوقتي، اللي هو موجود في الاندكس 2. لا ده في الاندكس رقم 3. بعد كده خلاص خلصت 3، فدخلت على الرقم اللي عليه الدور اللي هو الاتنين. فجيت سألت، هي الاتنين اقل من اصغر عنصر قابلته؟ مين اصغر عنصر؟ هل السبعة؟ لا ده بقى التلاتة، عشان كده قلت هو اصغر من التلاتة، برضو هو اصغر من التلاتة، فاصبح ان اصغر عنصر حدثته بقى اسمه 2، اللي هو موجود في الاندكس رقم كام؟ رقم 4. فاللي بيحصل ان احنا جبنا المينيمم اصغر عنصر اللي هو الاتنين، اللي هو موجود في الاندكس كام؟ في الاندكس رقم 4. فاكني بقول الخانة التانية اللي انا بشاور عليها دلوقتي هحط فيها العنصر اللي موجود في الاندكس رقم 4. دي معناه يعني انا عندك 0 1 2 3 4، فانا بقول كده الخانة اللي بشاور عليها دي اللي انا كنت عايز احط فيها العنصر الصغير اللي عليه الدور هحط فيها مين؟ هحط فيها الرقم اللي موجود في الاندكس 4. ده معنى الكلام ده. وبالتالي الاتنين دي هنبدلها مع مين؟ هنبدلها مع التسعة اللي هنا، فيصبح الكلام دوت 1 2 7 3 كده. خلاص المكان اللي هنا مليته والمكان اللي هنا برضو مليته بالعنصر الصغير اللي عليه الدور، فأصبح إن المؤشر هيشاور عند الإندكس رقم 2. شاور هنا ليه؟ عشان المكان ده عايز أسكنه بالعنصر اللي عليه الدور. فعشان كده قلت أنا معايا دلوقتي السبعة، هو ده المينيموم بتاعي، فأصبح كده إن الميني موجود في الإندكس رقم 2 والقيمة بتاعته هي 7. ده الإندكس ودي القيمة بتاعته. طيب هقارنه بمين؟ هقارنه بالعنصر اللي عليه الدور اللي هو التلاتة. فجيت قلت كده هي التلاتة أقل من السبعة، أقل من السبعة، فأصبح إن الصغير اسمه 3 مش 7، وموجود في الإندكس رقم 3. بعد كده قابلني التسعة، هي التسعة أقل من أصغر عنصر اللي هو التلاتة؟ لأ، فمش هعمل أي حاجة خلاص، إذا الميني بتاعي اللي هو قيمته اسمه 3 وموجود في الإندكس برضو كام؟ 3. فده معناه إن التلاتة هبدلها مع مين؟ هبدلها مع السبعة، يعني أكني برمي التلاتة في المكان اللي عليه الدور يعني. فأصبح هنا كده أدي 1 أدي 2 3 7 9. كده برضو خلاص احنا رتبنا الواحد ورتبنا الاتنين ورتبنا التلاتة. انا عارف ان انت بعينك دلوقتي شايف ان احنا رتبنا السبعة والتسعة، لكن الالجوريزم او الكمبيوتر بتاعك هو مش هيفهم ان هو رتب الحاجات دي، هو فاهم ان هو رتب اول 3 اماكن بس، لان كان اخر مؤشر بيشاور على المكان ده، صح كده؟ فاحنا هننقل المؤشر هنا عشان نقول ايه، عايزين بقى نحط هنا الرقم الصغير اللي عليه الدور. فاصبح ان الميني بتاعي موجود في الاندكس رقم 3، اللي هو قيمته بكام؟ قيمته ب7. طيب هقارن نفسي بمين؟ هقارن نفسي باللي بعدي، اللي بعد اللي هو مين؟ هو رقم 1 بس اللي هو التسعة. فجيت قلت يا التسعة أقل من السبعة؟ لأ مش أقل، فمش هعمل أي عملية تبديل، أو أكني بدلت السبعة في مكانها، يعني حطيت السبعة في مكانها، أو هو ده المكان المناسب ليها أصلا، فما عملتش أي عملية تبديل. فكده أصبح إن أنا عندي 1 2 3 7 كلهم كده أولريدي إيه؟ اترتبوا أو مترتبين يعني. طيب هل بقى هننقل المؤشر في المكان الأخير اللي هو التسعة ده كمان؟ لأ مش هنعمل كده. طب ليه مش هنعمل كده؟ لان انا دايما بنقل المؤشر في مكان عشان اقارنه باللي بعده. طب لو انت نقلت المؤشر في اخر عنصر هل في حد بعده يتقارن بيه؟ لا مفيش. والحاجه التانية ان بديهيا طالما انت رتبت كل العناصر واتبقى عنصر واحد فهو اوريدي مترتب وفي المكان الصح بتاعه، فعشان كده المؤشر اللي انت بتلففه على كل الاماكن بلففه على كل الاماكن اللي محتاج احط فيها رقم صغير عليه الدور. بديهيا الاماكن دي هتكون بدايه من الاول لحد اللي قبل الاخير.